ما يحدث في غزة الآن يشبه تماماً ما كان يحدث في الجزائر قبل أكثر من 60 عاماً. الفرق الوحيد هو أنه لم تكن هناك وسائل التواصل الاجتماعي آنذاك، لا إكس، لا فيسبوك، ولا إنستغرام. كل شيء كان يحدث في صمت. هكذا أيضاً كان يطلق على الثوار الجزائريين لأنهم كانوا يدافعون عن أرضهم. المقاومة الجزائرية بدأت بمجرد أن وطأت جيوش الاستعمار أرض الوطن، لكن الانطلاقة الكبرى كانت عام 1954 من جبال الأوراس، وفي ليلة الفاتح من نوفمبر انطلقت الرصاصة الأولى للثورة الجزائرية لتشمل بعدها كل ربوع الوطن. كان الدافع الحقيقي يومها هو إدراك الشعب الجزائري أن ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة، وأن كل وعود الاستعمار باتت كاذبة. 1200 متطوعة، 400 قطعة سلاح، وبعض القنابل التقليدية. وبين مؤيد ومشكك استمرت الثورة الجزائرية بفضل شبان مصممين على التحرر. حرب مريرة خاضها الشعب الجزائري، استعملت فيها فرنسا كل أنواع الأسلحة حتى المحظورة منها دوليا، لكن لم يكن هناك شيء أقوى من إرادة الشعب الجزائري الذي كان يؤمن بالاستقلال وأقسم بأن الجزائر ستكون حرة.